Matt, thank you for your time. First, the U.S. is discussing with Ukraine the possibility of lifting the ban on the use of longer-range weapons inside Russia. رفع حظر استعمال الصواريخ الطويلة الأمد ضد روسيا. هذا ما قاله كريس سميث لفي او اي. هل يمكنك أن تتكلم؟ كما تعرف، الرئيس أعلن قبل أسابيع أننا غيرنا سياستنا لتحديثها تتماشى مع الحقائق. أوكرانيا تتعرض لضربات من عبر الحدود، روسيا تستخدم المدفعية ومعدات أخرى وتقوم بإطلاق النار، والأوكرانيون ليست لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بدون المعدات الأمريكية. غيرنا السياسة للسماح لهم بضرب أهداف عبر الحدود. ناقشنا دائما طلبات أخرى تقدمها أوكرانيا وطرق لتكييف سياساتنا مع الأسلحة التي نقدمها. ليس لدينا إعلانات اليوم بخصوص التغير. هل أن وضع الشرق الأوسط يناقش في هذه القمة، وما الذي يمكن أن نتوقعه في الإعلان؟ أنا لن أتطرق إلى البيان النهائي، لا أريد أن أستبق القرارات. هناك 32 قائد، هم يناقشون كل التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، وبالتأكيد الموقف الشرق الأوسط أحدها. الرئيس الوزير بلينكين قابل عدد من نظرائه على الهامش، ونعم الموقف في الشرق الأوسط أثير، وكانت هناك مناقشات بشأن ضرورة العمل على وقف لإطلاق النار ينهي المعاناة في غزة ويفتح الطريق أمام حلول وهدوء في جنوب إسرائيل، وأيضا إمكانيات سلام أوسع. بعض المسؤولين العرب يشاركون، لماذا وما هي أهمية المشاركة؟ لديه دول شريكة تحضر القمم هذا العام لا يختلف. دعونا دول شريكة للناتو، وأيضا كانت هناك مقابلات معهم، والولايات المتحدة ستقابل الدول العربية الموجودة هنا. نعمل على أشياء عديدة بما فيها النزاع في غزة، نعمل مع الشركاء العرب على السلام الأوسع والاستقرار والتنمية الاقتصادية. لدينا علاقات اقتصادية ومبادرات مع كل دول المنطقة، ونناقش هذه في أي وقت يجتمع فيه القادة كما يجتمعون الآن. تكلمت عن وقف إطلاق النار، المفاوضات ما زالت جارية في المنطقة، إلى أين وصلت؟ لقد أحرزنا تقدما في المحادثات، ونعتقد أن الصفقة ممكنة، ولكن سمعت الوزير يقول هذا لا يعني أننا سنصل إلى هناك. حماس يجب أن توافق على المقترحات التي قدمتها إسرائيل والتي أعلن عنها الرئيس قبل أكثر من شهر، ودعمها مجلس الأمن الدولي والدول في جميع أنحاء العالم. كان هناك تطورات وتبادلات بين الأطراف منذ إعلان الرئيس عن المقترحات، ونعمل لجسر الهوة وحل الاختلافات، ولكن أعتقد أننا ندرك أن من المهم الوصول إلى وقف لإطلاق النار. نعرف أن الناس في غزة يعانون، نريد إنهاء المعاناة وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، هذا ضروري جدا أيضا، وأيضا العثور على طرق للوصول إلى سلام واستقرار وإنهاء النزاع في غزة من أجل إنهاء المعاناة اليومية. نريد أن نرى أنه لا يعود بعد سنوات، نريد أن نجد سلام دائم وأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. بعض التقارير تتكلم عن انقسام بين سنوار وبعض مسؤولي حماس الآخرين، هل يؤثر ذلك على المفاوضات وعلى الوضع برمته؟ بالتأكيد لن أتحدث عن هل هناك أي اختلافات داخل حماس. حماس يمكن أن تتحدث عن هذا، ولكن من خلال النظر من الخارج كنا نتساءل دائما كيف أن السنوار مستمر في تعطيل وقف لإطلاق النار بينما هناك معاناة من الفلسطينيين الذين يدعي أنه يمثلهم. هناك هو يقبع في نفق تحت الأرض بعد أن أطلق هذا الهجوم وبدأ الحرب التي أدت إلى كل هذا الموت والدمار. يبدو أنه لا يتصرف بما فيه مصلحة الناس الذين يدعي أنه يمثلهم، الشعب الفلسطيني في غزة. نأمل أن يكون هناك ضغوط من آخرين عدا حماس والشعب الفلسطيني الذي يريد الصفقة. العالم كله يطلب من حماس أن
توافق ونأمل أن توافق على الصفقة. هل لديك أي تحيين حول الحل الدبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل، خاصة وأن هناك أيضا حديث مع اللبنانيين والإسرائيليين ودول أخرى في المنطقة؟ هذا شيء كنا نعمل جاهدين عليه، وسفي الوزير فعل ذلك في زياراته للمنطقة، ومبعوثون آخرون بما فيهم الذهاب إلى لبنان لمناقشة هذه. ومن الصعب أن يكون هناك هدوء على الحدود اللبنانية طالما أن هناك قتال في غزة. تخفيف التوتر ممكن، وخاصة إذا وصلنا لوقف إطلاق النار. اليوم حزب الله قال إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة سيتوقف حزب الله عن هجماته على إسرائيل. لا يوجد سبب أن تستمر الهجمات، وهذا مؤشر أن من المحتمل أننا إذا وصلنا لوقف إطلاق النار في غزة من السهل الوصول إلى هدوء في شمال إسرائيل. رأينا في إسرائيل اليوم ما قاله بني غانز أن الوقت حان لاستهداف أهداف عسكرية وبنى تحتية في لبنان، وحزب الله جزء منها، ولا بد من أن تطالب إسرائيل لبنان بتحمل مسؤولياته. هل من تعليق في هذا المجال، وهل أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تصرف حزب الله؟ لا نريد أن نرى أي تصعيد في هذا النزاع على الإطلاق. أوضحنا هذا لكل الأطراف في المنطقة، وهذا يشمل إسرائيل. لهذا نعمل جاهدين لتخفيف التوتر وأيضا الوصول إلى حل للنزاع في غزة. الموقف مستمر في أن يكون صعبا جدا لشعب إسرائيل وشعب لبنان. هناك عشرات الآلاف من الناس على جانبي الحدود الذين لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم، والمزيد من التصعيد والنزاع على طرفي الحدود يجعل الأمر أكثر صعوبة لعودة هؤلاء إلى بيوتهم. لهذا نريد نهاية للنزاع حتى يعود كل هؤلاء إلى بيوتهم، ونعرض القضية على كل الأطراف بما فيها إسرائيل. لا نريد التصعيد. ماذا عن الحكومة؟ هل تتحمل مسؤولية تصرف حزب الله؟ هذه مشكلة قديمة. حزب الله يعمل داخل لبنان، وسأترك الموضوع اليوم، ونحن نحاول الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار على المدى الطويل. أخيراً، مديرة الاستخبارات إيفريل هاينز قالت أن إيران تتدخل في التظاهرات الداعمة لغزة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستتصرف أمريكا لوضع حد أو لمعاقبة إيران؟ سأقول عدة أشياء حول هذا. نعم، صحيح أننا رأينا إيران تشجع الاحتجاجات في الولايات المتحدة وتقدم دعم مالي للاحتجاجات. وصحيح أيضا أن الأغلبية الساحقة من المحتجين في الولايات المتحدة يمارسون حقهم في التعديل الأول على الدستور. هم يعملون حسب التقاليد الأمريكية، عندما يكون لديهم شيء يقولونه يخرجون ويقولونه. ولكن رأينا إيران تحاول التأثير على الحوار في الولايات المتحدة، ورأينا هذا من قبل. لن أستبق أي أفعال تتخذها الحكومة الأمريكية، ولكن رأينا إيران تتبنى هذا السلوك من قبل وتؤثر على الحملات والأنشطة الشريرة، ونحاسبهم على هذا. شكرا جزيلا لك مات.